السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لواء العلم، نص شعري في رحاب اللغة العربية، صفحة 114-115 على بركة الله. إذن هذه الصفحة وهذه، إذن لا تنسوا الاشتراك بقناتي الثانية، سيظهر الرابط في الأعلى. إذن أذكر بعض العلوم التي أعرفها. إذن أعرف علم الرياضيات، علم الفيزياء، علم الجغرافيا، علم الطب، علم الفلك، وهكذا. لأن بما توحي الصورة؟ توحي الصورة بالنور الذي ينشره العلم في العقول، فيطفئ ظلمة الجهل، والمعلم مصدر من مصادر النور. هنا النور نعني به العلم، لأننا نقول العلم نور والجهل عار. أحسنت. إذن توحي الصورة بالنور الذي ينشره العلم في العقول، فيطفئ ظلمة الجهل، والمعلم مصدر من مصادر النور. نكمل. ما العلاقة الموجودة بين مكوني العنوان؟ العنوان فيه لواء العلم، لأن عندنا لواء وعندنا العلم. ما العلاقة بينهما؟ نقول اللواء هو العلم، اللواء هو العلم، والعلم دائما يرفرف عاليا في السماء، دائما يكون في الأعلى في الأعالي، والعلم يرفع من شأن صاحبه إلى عنان السماء وإلى المراتب العالية، وكذلك العلم يرفع صاحبه إلى الأعلى إلى المراتب العالية. فالعلاقة بينهما، أي بين اللواء والعلم، علاقة وطيدة، علاقة قوية، كلاهما قيمته عالية وثمينة. العلم له قيمة، العلم علم البلد، فهو يسكن القلوب والأفئدة. هذا عالمي بلوني دمي، بلوني دمي، أعتز به وبنجماته، أعتز به وبنجماته، وأعاهده أن روحي له، وأعاهده أن روحي له، هذا عالمي. إذن هذا عالمي. إذن كملنا، ندوزو. إذن أتوقع أفكار النص انطلاقا من العنوان والصورة. إذن أتوقع ماذا؟ ثلاث توقع: أن يشيد، أن يمدح، أن يشيد الشاعر بقيمة العلم، أن يقارن بين الأمة المتخلفة والمتقدمة علميا. أن أتوقع أن يحث القارئ، أن يدعو القارئ، أن يحث القارئ على التعلم والاقتداء بالعلماء. إذن هذا توقع لمضمون النص، فزد أنت توقعات أخرى أو غير هذه التوقعات أو اكتب هذه التوقعات. المهم اكتب ما بدا لك مناسبا. إذن نمر. لواء العلم: ألا زاحموا أهل العلا بالمناكب، ولا تقعدوا من بعد نيل المراتب، قفوا وانظروا من فاتكم كيف فاتكم، تروه بجد محرزا للمطالب. هنا يدعونا الشاعر إلى مزاحمة ومنافسة أهل العلا، أهل العلم، أهل المراتب العالية بالمناكب. إذن كأنه يدعونا أن نزاحمهم بالأكتاف وبالأجسام، ولا تقعدوا ولا تجلسوا كالمتفرجين بعد أن ننا المراتب. قفوا وانظروا من فاتكم، انظروا إلى من سبقكم، إلى من تفوق عليكم في العلم من الدول الأخرى، من الشباب الآخر، من أصدقائكم المتفوقون، كل من فاتكم انظروا إليه. ماذا سترون؟ تروه بجد محرزا المطالب، أنه سيحقق مطالبه وأهدافه. تقدم في أعماله بمعارف، فجاء بما فيه عجاب العجائب. ردوا من يبنى بيع العلوم مواردا، بها ينجلي الجهل الكثير المعاطب. إذن هنا ردوا يعني
شربوا نقولوا ورد البهيم ياك وردهم يعني شربهم، ريدوا من المورد، ريدوا من ينابيع العلوم، إذا شربوا وانهلوا من ينابيع العلوم، من عيون العلوم، من مصادر العلوم موردا، لأن بها بهذه العلوم تختفي وتنجلي، أو هنا تظهر لنا يظهر لنا ينجلي الجهل الكثير، إذا يختفي الجهل. إذا فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعى، أي بلاء، أي مصيبة، أي كارثة، أي خطأ فهو أصله من الجهل. عليكم بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب، يعني يدعون هنا بتعلم العلوم ثم نشرها بعد ذلك وتعليمها للآخرين، وشدوا رحال العلم بين جموعكم بغير انفصال في اتحاد الرغائب. هنا يدعون إلى الاتحاد وإلى شد الرحال، أي أن نسافر للتعلم، أن نذهب باحثين عن العلم، شد الرحال. وإن طريق الاتحاد لأهله طريق وفاق مع خلاف المشارب، حنانيكم كنوا على قلب واحد لنفع عموم الناس من كل جانب، كنوا يدا واحدة في الخير ولا تكونوا كسالى بين كل الأجانب، كفى مضى ما مضى ممن مضى من تقاعد به غدوا من قبل لعبة لاعب. إذن بعض الأبيات سنشرحها من خلال الأسئلة الموجودة في النص. إذن أحمد بن الحاج عياشي تسكيرج ولد 1879 ميلادية بفاس، وتوفي سنة 1963، نعم، بمراكش، فقيه وقاضي. إذا أنا أبحث في النص عن كلمات تتضمن المعاني الآتية، أنا هذا الخلق، الخلق هنا ما معنى الخلق؟ عندنا جوج سبب لي، أنا عندي جوج معاني، الخلق يعني الخلق الذي خلقه الله، مثلا الناس، الإنسان مثلا، أو الخلق هو الإبداع، هو الإبداع، أقول خلاق يعني مبدع، يبدع الأشياء. مثلا قيس أنا مثلا في النص الخلق تقدم في أعماله بمعارف، من هنا تشير إلى الإنسان، تقدم من عجاب يعني الخلق، هذا مثلا عجيب، شيء عجيب، شيء خلاق مبدع، حيث ما لقيت أنا شي كلمة. الخلق هم الناس، هم الأنام، هم الناس، هم الأنام، لو بغيت الشرح ولكن من خارج النص، الخلق هم الناس، هم الأنام، فهمنا؟ ولكن في النص ما لقينا يعني شي كلمات كتعني الخلق، يعني تعني الناس، تعني ما خلقه الله، ولكن قلت لكم ممكن تعني الإبداع، يعني أن مبدع، أن أنتج العجاب، فما فات سؤال يعني قلب ما لقيت. عموم الناس هي ممكن نشوفوا يظهروا. إذا بالنسبة يظهروا من خلال النص، يظهروا وينكشف، ينجلي، نعم، آتي بأضداد الكلمات الآتية. إذا قعد ضدها وقف قام، ضد وقف جلس قعد، تقدم تأخر وتخلف. إذا أبحث في معجم اللغوي عن معنى المناكب. المناكب جمع منكب، مجتمع رأس العضد والكتف، إذا أجزاء من الجسد. أبحث في أحد القواميس عن معنى المشارب، جمع مشربة هو المنهل والمورد، تسقى منه المعرفة، نعم. نكتب هذه الأجوبة.
نعم، إذا نكمل. من يخاطب الشاعر؟ إذا هذا الجواب بالنسبة للجواب، إذا مشيت أفكر أقرأ وأفكر كتلقاو فيها كيقولوا يخاطب الشاعر الشباب المغربي، يعني مجاوب لنا على السؤال. إذا يخاطب الشاعر الشباب المغربي بما يأمرهم، ويأمرهم بالوقوف والنظر إلى من سبقوهم ليستفيدوا من جدهم واجتهادهم، يا ومزاحمة أهل العلا، وعن أي شيء ينهاهم، وينهاهم عن القعود من بعد نيل المراتب. كيف بين لهم تقدم غيرهم، وبين لهم أن تقدم غيرهم كان بالمعارف والعلم، فحققوا العجب العجاب. نعم، إذا كتب هذه الأجوبة وعبر بأسلوبك الخاص. يتميز النص بأوامر تحفيزية أحددها للأوامر، بعض الأوامر: زاحموا، لا تقعدوا، قفوا، انظروا، شدوا، كونوا. انظروا إلى ما انظروا من فاتكم كيف فاتكم. إذا أضع جدولا أبين فيه الأوامر والنواهي التي وردت في النظر، أسئلة يعني متداخلة. إذا أوامر: ألا زاحموا، قفوا، وانظروا، شدوا رحال العلم، كونوا يدا واحدة. النواهي: لا تقعدوا من بعد نيل المراتب، لا تكونوا كسالى بين كل الأجانب. إذا ننقل على الجدول لنمر إلى سؤال آخر. أبني حوارا حجاجيا بيني وبين صديقي، أقنعه بمزيد من الجد والاجتهاد. هذا حوار بسيط جدا جدا جدا. محمد: إلى أين أنت ذاهب يا رشيد؟ رشيد: ذاهب إلى الخزانة البلدية لأخذ بعض الكتب. محمد: ألا تمل من قراءة الكتب يا صديقي؟ هيا نمرح قليلا قرب الحديقة، هذا ليس وقت اللعب، عليك بالجد والاجتهاد. محمد: آه، لقد عرفت سر تفوقك يا رشيد. أنت ندير هنا أنت تواظب على المطالعة والقراءة. رشيد: ولما لا ترافقني ونطالع سويا؟ محمد: فكرة سديدة، انتظر حتى أخبر والدي بالأمر. لن أنت تواظب. دقيقة لنقل هذا الحوار. حوار بسيط جدا: أدعو في صديقي إلى الجد والاجتهاد، إلى مرافقتي من أجل المطالعة لكي نجتهد ونحقق أحسن النتائج دراسيا. إذن يخاطب الشاعر الشباب المغربي ويقول: انظروا من فاتكم. ماذا يعني بمن فاتكم؟ الشاعر يطالب الشباب بالنظر إلى الدول التي سبقتنا تقدما وعلما، بسبب اهتمامها بالعلم أحرزت التقدم. إذا هو يدعونا إلى أن ننظر إلى غيرنا ممن سبقونا في العلم. نعم، لأن النص غني بالقيم الإيجابية. أذكر أمثلة منها، بعض القيم مثلا العلم، الاجتهاد، التعلم، الجد، هذه التنافس مع الغير في الخير بطبيعة الحال، لأن مجموعة من القيم الإيجابية طبعا. وحددوا الحكم التي يتضمنها النص. النص يتضمن مجموعة من الحكم
وقد خسرنا لكم بعض الحكم مثلا، فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. أي أن هذه الحكمة تقول بأن أي بلاء، أي مصيبة، أي نقص في الحياة فهو أصله الجهل، الجهل بالأشياء. فالجهل، وما الجهل إلا ملعب مرتع، يعني الجهل هو أرضية خصبة، هو ملعب خصب. هيا نرتع ونلعب، يعني هيا نلعب مرتع وملعب للمعايب، يعني أن الجهل هو مكان خصب تجد فيه كل أنواع الكوارث والمصائب. الحكمة الأخرى: وإن طريق الاتحاد لأهله طريق وفاق مع خلاف المشارب. يعني أن الاتحاد والتضامن والتعاون كله خير، كله خير وتوافق، رغم اختلاف يعني توجهاتنا ومشاربنا وثقافتنا، فإن الاتحاد شيء إيجابي يقوي أفراد المجتمع. إذن ما البيت الذي أعجبني كثيرا في النص؟ وماذا أعجبني فيه؟ إذن هذا أعجبني، هذا البيت: عليكم بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء فتحت لواء العلم أعلى المناصب. إذن يقول أعجبني هذا البيت لأنه يدعو إلى إحراز العلوم وتعلمها، ياك، ثم بعد ذلك بثها إلى الآخرين لينتفعوا بعلمك. يعني لماذا أعجبني هذا البيت؟ لأنه يدعوني إلى العلم والتعلم، وبعد أن أتعلم وأكتسب المعارف ماذا أفعل؟ أعلمها لغيري، أبثها إلى غيري، أرسلها إلى غيري. فهمت؟ فما نفع العلم إذا تعلمته وكتمته؟ ها؟ العلم ما تعلم، شنو العلم؟ تعرف دي العلم هو العلم ما تعلمته وعلمته غيري، ليعم الخير الجميع، ليعم الخير الجميع. فهمنا؟ صافي، شكرا. نمشيو. تبتدئ مطالع الأبيات بأفعال أمر أذكرا، ها هما: زاحموا، قفوا، ردوا، شدوا، كونوا. هذه كلها بداية الأبيات أو مطالع الأبيات. نعم، إذا كانت القصيدة تسمى بحرفها الأخير بما تسمى هذه القصيدة، لأنها تنتهي بالباء فهي تسمى بائية. مراتب المطالب العجائب المعاقب المعايب المناصب، إذا تنتهي بالباء فهي بائية. وعلق على البيت الرابع، البيت الرابع يقول: ريدوا من ينابيع العلوم موارد، بها ينجلي الجهل الكثير المعاطب. إذا يأمر الشاعر الشباب بأخذ العلم من مختلف الموارد والمصادر، سواء من الكتب أو من أفواه العلماء والأساتذة، فالعلم هو السبيل الوحيد لانجلاء غمامة الجهل وبزوغ فجر ونور العلم، وبزوغ فجر ونور العلم. نعم، يلا ندوز لحاجة أخرى. إذا الأخير هذا بالنسبة ألاحظ توزيع الإيقاع. كما تعلمون فإن الأبيات الشعرية أو الشعر يكتب وفق بحور شعرية، يعني وفق إيقاعات معينة. ألا زاحموا أهل العلا بالمناكب، هي مقسمة على هذا الشكل. وجدت أنها من البحر الطويل: فعول مفاعيل، فاعول مفاعيل. نعم، المهم دار درس بوحدو، المهم غير، المهم دار البحر الطويل على وزن فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. أبحث عن أبيات شعرية تدعو إلى طلب العلم. هاي الأبيات: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع، مش تجرع، تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته تعليم وقت شبابه
فكبر عليه أربعا لوفاته، ينصحه التجرع، ما عرفش كيفاش تداتك التضرع. ولم ي... من ومن لم يذق مر التعلم ساعة، أي أن ذلك اللي ما يصبرش التمارة الصعاب للتعلم، أنه ينوض في الصباح يقرأ، يمشي في الشتاء في الصيف كذا، اللي هو يعني ساعات غادي يتجرع ويذق ذل الجهل طوال حياته، إنه لأنه لم يصبر لساعات قليلة سوف يعني يعاني لسنوات طوال. ومن فاته التعليم وقت شبابه، اللي فاته ما تعلمش في الشباب ديالو، فكبر عليه أربعا لوفاته. صلاة الجنازة اللي كنصليو على الميت يعني كنكبروا أربعة. إذا قالك هذا اللي ما تعلمش في صغره غير كبر عليه، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كأنه ميت وأنت تصلي عليه جنازة. صافي. لأن صلوا على رسول الله